في يوم من الأيام كريم كان مع أبوه في الشغل عند جاره، وهما شغالين وقع الأب وقع جامد أوي، وللأسف طلع محتاج عملية وهيقعد بعدها في البيت على الأقل 3 أشهر. الخبر كان تقيل على كريم وأسرته، لأن تكلفة العملية هتخلص على تحويشة عمرهم. هيعيشوا منين؟ هيتصرفوا إزاي؟ كانت لحظة صعبة وما كسرش الصمت فيها غير اقتراح جارهم الجدع عم فرج. عرض أن يقعد كريم معاه ويخليه يشتغل في مصنعه الجديد اللي في الفيوم، ويبعت لهم مبلغ يساعدهم كل شهر. كريم وأهله كانوا قلقانين من الفكرة، بس ما كانش عندهم حل تاني. يوم ما وصل كريم المصنع عرف إنه هيبات فيه، ودي كانت أول صدمة. كريم ما كانش مسموح له يسيب المصنع أصلاً أو حتى يريح من الشغل. عم فرج الجدع ما كانش بيديله غير وجبة واحدة في اليوم، وبطل يخليه يكلم أهله ويقول لهم إنه كويس. قال لهم بس إنه محتاج يركز عشان يجمع لهم فلوس على قد ما يقدر. كل لحظة كانت بتعدي على كريم كأنها سنة، بس كان بيقنع نفسه إن كل ده وضع مؤقت. حاجة منال ست طيبة بدأت شغل في المصنع من أسبوع، لاحظت إن كريم على طول موجود. لو جت بدري بتلاقيه في المصنع، لو مشيت متأخر بيكون لسه قاعد. حاولت تسأله كذا مرة بس كريم كان بيخاف يقولها الحقيقة. آخر يوم في الشهر جه، عم فرج إدى لكريم نص فلوسه بس، وقال له إن لسه بيتعلم وبيشتغلش كويس. ولما سأله إمتى هيسافر لأهله قال له أهل مين؟ ده مالكش غيري خلاص. وكل يوم الشغل بيزيد على كريم، وعم فرج الجدع يقول له إنه لازم يدفع تمن أكله وشربه ومبيته. كريم كان مضطر يقبل لأنه عارف إن أهله محتاجين الفلوس دي حتى لو قليلة. حاجة منال كان بيصعب عليها كريم أوي وبتعامله زي ابنها. في يوم صممت تتكلم معاه وفضل يعاند معاها لحد اللحظة اللي مقدرش يمسك فيها نفسه وحكى لها على كل حاجة. حكايات الإتجار بالبشر كتير، وأي حد فينا ممكن يتخدع ويبقى ضحية للإتجار بالبشر. الإتجار بالبشر جريمة ولازم ننهيها. لو تعرضت لأي شكل من أشكال الإتجار بالبشر أو شكيت في تعرض حد ليها، ما تترددش وبلغ السلطات أو اتصل بالخط الساخن للمجلس القومي للطفولة والأمومة على 16000.